قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال زيارة جلالته إلى معرض البحرين الدولي للطيران بزيارة إلى جناح صقور المملكة العربية السعودية التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وسرب فرسان الإمارات التابع للقوات الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أعرب جلالته عن شكره وتقديره لهم على هذه المشاركة المتميزة والمتواصلة منذ انطلاقة أول معرض للطيران في البحرين، مؤكدا جلالته أن هذه المشاركة المستمرة والمتميزة جسدت أسمى معاني العلاقات الوثيقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين. وأعرب جلالة الملك المفدى على اعتزازه بالعروض الجوية التي قدمها صقور السعودية وفرسان الإمارات وتميزت بالكفاءة والدقة، وعبرت عن كفاءتهم ومهاراتهم في تقديم هذه العروض التي حازت على استحسان ورضا الجمهور وزوار المعرض. كما أعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لجميع من ساهم في إعداد وتنظيم هذا المعرض وإظهاره بالصورة المتميزة والمشرفة أمام زوار العرض. وأكد جلالته أن هذه الجهود هي موضع التقدير والاعتزاز من الجميع، وهي تؤكد أصالة المواطن البحريني وحرصه على تشريف بلده وتعزيز مكانته في كل الملتقيات والمعارض على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية. وخص بالشكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران وأعضاء اللجنة العليا وجميع منسوبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وإدارة الطيران المدني وجميع الشركات والمؤسسات الداعمة للمعرض والتي ساهمت في إنجاح هذه التظاهرة العالمية، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والنجاح.